ببداية الحلقة مشاهدينا رح بيكونوا بضيافتنا زوفيك أرنيليان، فنانة تشكيلية ومؤسسة غاليري أرنيلي، ومنار علي حسن اللي هي فنانة تشكيلية، والحديث حول معرض The Human Condition الجماعي اللي ينظم ب Art Gallery بيروت، وبيتناولوا زوفيك ومنار التجربة والأعمال الفنية المشاركة The Human Condition. أهلا فيكم زوفيك ومنار، تعرفنا على الشاشة على المعرض، ولكن أكيد رح نعرف التفاصيل منكم بسياق الحلقة، تفاصيل المملة. أولا منار، أنت وزوفيك فنانين تشكيليين اثنيناتكم بالأساس والمبدأ، صح؟ بس شو اللي جمعكم بهالمعرض؟ اللي جمعنا بهالمعرض بما أنه زوفيك عندها غاليري هي أرنيلي أرت غاليري، وأنا كمنسقة فنية اجتمعنا بهذا الدومين، مش بس كفنانتين تشكيليتين. سو العمل هو اللي جمعنا واللي جامعنا لهلا. بس انتم بتعرفوا بعضكم من قبل؟ هذا ثالث تعاون، هذا ثالث تعاون لنا. نحن بلشنا هديك السنه، صح، مع زيكو هاوس، صح. كمان مثل العاده بدنا نقول له هاي لزيكو. بلشنا باول معرض لنا كان تحت عنوان عوالم موازيه Parallel Realms، كانت منار هي الكيوريتر تبع الاكزيبيشن. بعدين عملنا معرض فردي لساركيس سيسيليان اسمه Transmutations، وهلا هيدا ثالث تعاون لنا مع بعض تحت عنوان The Human Condition الحاله الانسانيه ب Rebirth Beirut Gallery. على كل حال نحن مواكبينكم صار لنا فتره يعني، وفي كثير فنانين تشكيليين ايضا قطعوا معنا، كان لهم مشاركه بالجاليري معك زوفيك. اليوم بدنا نحكي اكثر عن The Human Condition، ليش هيدا العنوان العريض؟ ليش هالعنوان العريض؟ حلو. The Human Condition هي كلمة كتير واسعة، الحالة الإنسانية، وكنت عم بتناقش بالموضوع مع منار إنه بهالوضع بهالظروف اللي عم نمرق فيها شو أكتر شيء نحن بحاجة نحكي عنه، فحسينا إنه العودة للإنسانية هي موضوع كتير أساسي لازم نتطرق لإله، ومشان هيك لازم نبحث كيف كل فنان معقول يعبر عن إنسانيته للمجتمع بحد ذاته، كل واحد منا يدور على حاله بالمجتمع. مشان هيك اخترنا موضوع الحالة الإنسانية وعبروا عنها 15 فنان كل حدا بطريقته الخاصة. أكيد. منار، شو بزيد؟ ايه بدك تزيدي عن The Human Condition، بدل عندك شيء تضيفيه انت؟ هلا انا رؤيتك الخاصه بعده راسي معكم بالفاكيشن ونحن عم نشتغل. شكلك ما اخذت انت فاكيشن وما سافرتي. لا بعد هلا بدنا نخلص، فشينا خلقنا عنك. اتس اوكي، ركزي معنا. تم تنسيق المعرض وتقسيمه بما يتعاطى مع نوعيه الاعمال الفنيه وموضوعاتها. الساحة أو المساحة الأساسية هي الهول لريبيرث، انعطى لجوني سمعان كالفنان الأساسي. شغله بيحكي عن تجربة واسعة له خلال كذا سنين، وعاكسها بكذا ستيل فني. يعني لما بتفوتي بتشوفي البروغريشن تبع شغله. بعدين عنا ثلاث مساحات مختلفة، سو هيدا اللي بيميز جوني، ذاتس واي يعطيته المساحة الأكبر. ما حدا بيتميز عن حدا بشيء، بس لهالمعرض هيدا كانت الاولويه لاعمال جوني لانه عندها خاصيه معينه، بتتميز بحجمها الكبير، بتتميز كمان بتنوعها.
اوكي. وبقيه الفنانين قسمت كيف اخترتوهم؟ حسب كمان بعد بالتجربه الانسانيه قسمناها للطفوله وذكريات الطفوله، قسمناها للحميميه، الحميميه مع نفسي مع افكاري مع الشريك مع الاسباس اللي موجوده انا فيه. والثالث أوضة اللي هي كانت كتير مسار جدل هو الفن المرضي المهووس أو the morbid art اللي بيحكي عن الموت، اللي بيحكي عن الدبريسيون، اللي بيحكي عن التروما. وهذا نوع من الفن مش مين ما كان بيتجرأ يعرضه لأنه تقيل على المشاهد، كتير دارك يعني. طب ما هو جزء من الحياة كمان أكيد، يعني ما حدا ما قطع بالإحباط والدبريسيون وكلنا حنموت. صحيح. سو الحالة الإنسانية. خلينا نبدأ نشوف شوي من الأعمال وأكيد ناخد تعليقاتكم وكل التفاصيل منكم. كلنا عم نحكي سو ماريكا ماريكا عادي وتجسيد للموت والحزن والجريفينج. دايما بكون الالوان شوي هيك حزينه. صح. هون عندنا شغل سركيس سيسيليان يلي هو كان جزء من معرض الفرد اللي السابق Transmutations يلي بيحكي عن حالات النفسيه تبع الانسان بس من خلال البورتري الوجه. لكن عندك لون هون، انت بتحب الالوان، في لون في الوان هون عندنا ثلاث أشخاص مختلفين، عندنا فوتوغرافي باي طارق صعب، مي صخوري، واللي على اليمين هي شغلي أنا، بتمثل هي إيد مسكين بعض، هيدي الأوضة هي أوضة الحميمية، نحكي عن تجارب الحميمية اللي عبروا عنها الفنانين. سو عندك repressed emotions، عندك العلاقة الحميمة مع الجسد، وعمل زوفيك هو العلاقة الحميمة مع الآخر. هذا شغل جوني سمعان. الثلاث لوحات. الثلاث لوحات لجوني سمعان هو اللي سري كان عم يشتغل عليهم بسنة 2014، كان عم يحكي عن فكرة كيف أوقات حياتنا بتشبه المسرحية، ومثل المسرح مش دايما منشوف المشهد كامل، فهو عنده لوحات منشوف فيها أشخاص بس كأنه المشهد ما انتهى، في شيء ما بعد المشهد. هون كمان جوني سمعان، هون جوني دخل النص والشعر بأعماله، أخذ نصوص، أخذ الأشياء الحبة منهم ورسم، ترجمهم، رسم مع النصوص. نعم في عندك. أها زوفيك أنا رح أحكي أنا. سو زوفيك صديقتي المرحة دائما بتتميز ب بجرأة مواضيعها بألوانها على قد ما هي colorful، على قد ما لما بتشوفيها live بتشوفي قد ايه complex الألوان. في كتير صورة فيها كتير حميمية وبنفس الوقت كتير رقة بتشبهها. auto portrait للي هون عنا شغل لودي صبرا، هيدي بغرفة الطفولة. لودي بتشتغل دايما بألوان الباستيل وبالألوان الفرحة، وبتشتغل بالميكس ميديا، يعني بيكون في على لوحتها مجموعة معينة من المواد مثل الخشب مثل الحديد والفابريك، منشوفهم كلهم موجودين على لوحتها. جوانا رعد كمان كانت، هن فنانتين كانوا بعالم الطفولة والذكريات. جوانا شغلها دايما بيرجع لذكرياتها مع بيا اللي سافر، مع اشتياقها لهالشي، مع التليفون اللي كانت تنطره ليدق، مع انه موضوع يعني حساس عندها وبشكل لها حزن على هالفتره اللي ما قضتها مع بيا، دايما بتعكسه بالوان حلوه. موربيد ارت، نرجع للفن والتروما. توفيق ملحم بيشتغل سكالبتشر من مواد مختلفة. هولي المواد اللي اشتغل فيها هي مواد من انفجار 4 آب لما تدمر الاستوديو تبعه، أخذهم ورجع اشتغلهم. هو حدا تضرر جسديا وتضرر ماديا من وراء. سو جسد الوجع بأعماله. كمان عم نحكي أعمال صعبة. هيدي لوحة لجوني سمعان، منشوف باللوحة عنا هالشخص اللي هو لا طاير ولا واقع على الأرض بل ما بين بين، ومنشوف ورا الشخصية فيها عنا كتابات هي حوار الفنان مع ذاته. جوني سمعان هو على الشمال صح؟ صح.
هيدي كمان من السيري اللي كان عم يشتغلها جوني بال 2014، بتحكي عن كيف نحن كجامعة بنمرق بظروف وكيف كلنا كجامعة بنتفاعل معها. يعني تجسيد الحالة الإنسانية بشكل عام. هون المشهد المسرحي اللي حكيت عنه، اذا بنلاحظ هذه الاعمال واللوحه اللي قبلها هن من مرحله زمنيه وحده، لهيك في تقارب بالتعبير روح الفني. وحدة. صح صح صح. لقطات من الافتتاح كان اوبننج. يس. اي متى كان الاوبننج؟ الاوبننج كان جمعه الماضيه، صح، ابريل 28. طيب من اسبوع لهلا اي غرفه اخذت ضجه اكثر شيء؟ بدي اعرف التوجه نحو شو عم بيكون اكثر هالايام. بعتقد انه كل غرفه لها خاصيه، يعني اول ما يفوتوا الناس على المعرض اول شيء بيشوفوه هو شغل جوني سمعان، وبيشوفوا هالتجربه الغنيه من الاعمال ومن المواد، فكتير بيلفتهم انه كيف شخص واحد بيقدر يعمل هالمجموعة فيها التنوع الكبير بالأعمال. بعدين لما يفوتوا على الموربيد روم بيشوفوا هالتجارب القاسية، وكتير ناس حسوا انه هالغرفة بالذات هي كتير انتنس. بعدين لما ينقلوا هيدي الغرفة اللي بيهربوا منها عادة بالحياة، يعني على أرض الواقع منها بالحياة، بس بالمعرض كانت أكثر غرفة مزدحمة عم يفوتوا عليها، وكانوا كتير أشخاص كانوا عم يهتموا يتعرفوا على الفنانين ويسألون يفهموا منهم ما ورائيات تبعهم. يمكن بالتالي منار يفهموا حالهم، يعني بالحياة بيهربوا، بس إنه بس نكون أمام لوحة فنية يمكن هيدا الشيء بيهزنا وبيخلينا نتحرك نعمل فرق. اللي عم بتقوليه صح، وطالما العمل الفني ان حبيتيه ولا ما حبيتيه فتح مجال للحوار. صحيح. انا بعتبره عمل ناجح طبعا. صحيح. بس الجمهور الغرفه الثالثه يلا. يعني. الغرفه الثالثه هي عن الحميميه، وكثير انبسطوا الناس فيها، فحسوا انه كيف الفنان بيقدر يكون انتيم، وحتى ما توقعوا ان هن يشوفوا قصص هالقد حميمه وهالقد انتنس، فكتير انبسطوا وحسوا حالهم بيقدروا يعبروا عن حالهم، وانبسطوا بجرأة الاخرين قدامهم. واخر غرفه عن الطفوله كان لها اكيد رده فعل كتير جميله، لانه قدروا يفرحوا ويرجعوا لطفوله فيها. صحيح. ذكرتي منار انه الغرفه الثانيه اللي هي الدارك ارت، انا بدي اسميه دارك ارت، صح صح، لها جمهورها وكانت مزدحمه. يعني الجمهور يمكن يجي يتفرج على هيك غرفه، بس هل ممكن يقتني او ياخذ لوحات معه على البيت؟ لكن قبل ما نطلع بعثوا لنا انه توفيق اللي شفنا السكالبتشر مع ال بعد مبروك قبل بخمس دقائق من الهواء. هلا نحن وطالعين. صح، الشخص اللي حيشتري حيكون عم يشتري لانه تفاعل مع هالقطعه وحس فيها. سو عمليه الاقتناء حتكون كثير ذاتيه وكثير شخصيه. بقى هيدا عمل حيكون ما عم ينحط لانه بيلبق مع الكنبايه بالصالون مثلا، حيكون عم ينحط لانه بيمثل شيء كثير شخصي. بس هيك على الهامش، ولو انه ما خص المعرض، بدي اعرف منكم اثنيناتكم، هل بنشتري اللوحه بس نشتري اللوحه ونحطها بالبيت، هل بتذكرنا بالايفنت، بالحاله، بالمسج، او بنشوفها بيس اوف ارت، بنشوفها ماستر بيس؟ اي ناحيه بنشوف شو الطاغي بيكون اكثر؟ هذا الشيء بيرجع لك انت للشخص اللي عم يشتري. بس بعتقد في من الاثنين، يعني هي بحد ذاتها العمل الفني بيذكرنا بالحادثه وبيذكرنا قديش هيدا الشيء غالي على قلبنا، بس بنفس الوقت هي بحد ذاتها العمل بتكون تجسيد لكل هاي الحاله، وبنقتنيها لانها حلوه بطريقه حلوه. صح. وكانه عم نحول النيجاتيف لبوزيتيف 100%. خلونا نتوقف مع بريك قصير مشاهدينا، بنرجع لكم من بعده مع زوفيك ومنار لنتابع حديثنا. اكيد خليكم برفقتنا. شرفتونا. شرفتونا من جديد، وبعدنا مكفيين حديثنا عن الفن والفن التشكيلي، وتحديدا عن معرض The Human Condition مع زوفيك أرنليان ومنار علي حسن. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. منار، كان في نشاطات بالافتتاح باول يوم، مش بس لوحات وعرض، شو هي النشاطات؟ أنا وزوفيك لما بنكون عادة عم نشتغل على معرض بنحب ندمج أنواع متعددة من الفنون. صح.
صح، مثل الموسيقى مثلا، انا والدي بيلعب ساكسفون اسمه مسيو كريكور ارنيليان، فهو بالافتتاح عزف لنا ساكسفون، كان عندنا فايولين بلاير اسمه ليليت انطونيان، وكان عندنا شخصين من دانس فاكتوري ميساك وكريستال يلي اجوا ورقصوا لنا لاتن ليله الافتتاح. فحبينا نعمل هالتجربه المتنوعه، بيجوا العالم بيتفرجوا على اللوحات وبنفس الوقت بيصير عندهم تجربه موسيقيه وبيتفرجوا على عرض رقص بنفس الوقت. حلو حلو. شكرا. بس النشاطات كتيرة ومنوعة، يعني بدي تخبروني كمان قصة Meet the Speakers اللي كانت ليلة امبارح على ما أظن، صحيح؟ صح، امبارح كان عنا تجربة مميزة وكانت أول مرة لنا. كان في عرض أدائي لسرمدا جروب، زاهر قيس كان بعرض كتير حساس وكتير جريء وحميم بنفس الوقت، العرض اسمه The Body I Live In. العرض هو عبارة عن مجموعة تجارب لعالم تعرفوا معهم وجمعوا هالحيثيات، وهو عرض دايماً عم يتغير. بعد هذا العرض كان عنا Meet the Speakers، عندي طارق صعب، عندي كريستال مدني، طارق وعندي منحييك اشتقنا لك كتير. طارق صديق البرنامج. سو كانوا عم يحكوا من خلال الاكسبيرينسز تبعيتكم، أدي فيلوزوف بسيكولوج، كريستال دراما ثيرابيست، وطارق كاسبيليتشو الهيلر، عن الهيومن كونديشن، عن التعامل مع المشاعر الانسانيه والاشياء اللي اكشلي المعرض كان عم يتناولها. سو حبينا كمان نزيد هيدي الناحيه، كيف بدي اقول، الثقافي، هو الفن ثقافي بالنهايه. صحيح. بس كمان نتحاور. مسيو كريكور من حي، الله يطول بعمرك. ثانك يو حبيبي، خلي لي كاتبك. كيف عم بتكون الانتراكشن طيب مع كل هالنشاطات اللي يمكن العالم مش معودة انها تكون وقت اللي نحكي عن معرض؟ هي عم بتكون تجربة كتير جديدة، وعم يكون في انتراكشن اوسع بين الناس وبين الجمهور، يعني يلي مش معود يجي يشوف معرض فني اكيد معود يحضر حفلة موسيقية، فلما نجمع مجموعة من الفنون بمكان واحد بيجي أودينس من كل تارجت، أكثر شريحة كبيرة من الناس 100%. حتى بكرة عنا another activity اللي هي الكلوزينج، راح يجي أستاذ مايك بولاديون من دانس فاكتوري ويعطي سالسا نايت، لاتين نايت أند وركشوب بالسبيس. بس حبيت هيدا التنوع بالمعرض، يعني مش بس لوحات أو رسومات، حتى شفت فوتوغرافي، شفنا شعر بال بدك تخبرينا. صح، خبرونا. تفضل. هيدي كانت اول مره منزيد شعر بالمعرض الفني، الشعر من قبل زياد جريج، فكان عنده ثلاثه سونات بيكتبهم هو على اسلوب شيكسبير، كانوا بيحكوا عن رحله خياليه بالجحيم، فكيف واحد مرق بالجحيم شاف قصص صعبة ورجع عاش وصار عنده حياة جديدة من بعد ما شاف القصص الصعبة. فحسينا أنه هي مناسبة تنحطها بغرفة المور بدارت. وإقبال الجمهور على كتبه كان كتير عالي. كان مفاجئ. صح. طب بدي أعرف نوعية الجمهور، مين هن، مين عم يقصدكن؟ هلأ في محبي الفن، في الكولكترز بطبيعة الحال. زوفيك اشتغلت كمان كتير مع مؤسسات ومدارس ليجوا وعملنا لهم برايفت تورز. يعني الشخص اللي ما بيخطر على باله نحن دعيناه تنعرفوا أكثر على عالم الفن وكيف ممكن يحتوي كذا ميديوم وكذا فكرة وكذا إحساس. يعني إذا ما نحن حنجيبكم لعنا بطريقة أو أخرى. نحن بدنا نجي. لازم بس بكره كلوزينج عم بيقولوا يمكن. صح، بكره الكلوزينج، المعرض الجاي على الاوبننج نبعث ان الله راد ان شاء الله. طيب شو الصعوبات منار اللي واجهتكم؟ ليك وحنكون صريحين، يعني ابرز صعوبات عم بتكون ماديه، نحن مش قاعدين على كابيتال والبابا ما عنده بنك. يس، انه نقدر نامن ماديا لنعمل معرض مثل هيدا كان صعب. يعني نحنا منا جمعنا من بعض، الفنانين شاركوا، في أشخاص برعوا من وقتهم، أشخاص برعوا مادياً تنقدر نعمل هالعمل. هذه هي الصعوبة، إنه عمل واحد عم مضطرين إنه نكون مجموعة كتير كبيرة لنشحه. يعني مثلاً بلبنان ما عنا كتير مؤسسات بتعطي رعايات مالية خاصة للأكتيفيتيز الفنية، يعني أكيد في جرانتس بتتقدم بس منا إناف لتغطي كل رواد الأعمال اللبنانيين يلي عم يشتغلوا بمجال الثقافة والفن. أكيد
فهيدي هي اكبر تشالنج. الاكتيفيتيز اللي عم تقول عليها مثل المعارض، مثل الميوزك، مثل انه انشاء عمل فني بهيدا الحجم بلبنان اكيد. يعني انا بدي اقول ميرسي كثير لكل الاشخاص اللي اجوا، لانه كله اجا فور فري، اجا حب يساهم. كل الموسيقيه، كل الراقصين، كل الدعم كان منا ومن ناس مثلنا بيشبهونا عبالهم يساعدونا ويوقفوا حدنا، فعن جد شكر كثير كبير لكل الناس اللي وقفوا حدنا. بس بدي زيد كلمه انه لنستمر الله رد. يعني بحاجة يكون في دعم. أكيد أكيد. بس من مين الدعم؟ يعني من مين تتمنوا يكون الدعم؟ نتمنى من الله، ما في شو يتمنى الدولة. لا من فنانين يمكن معينين، يمكن وصلوا لمرحلة معينة. ممكن أو من المؤسسات الفنية الضخمة. هلأ هن كتير ليمتد بلبنان، بس أكيد يعني كل المؤسسات الفنية الكبيرة يلي هي بلبنان أو أشخاص كانوا بلبنان وسافروا وأسسوا برا، فنحن باقيين وعبالنا أنه نبقى بلبنان وعبالنا نطور الساحة الفنية بلبنان، فكل دعم هو تستاهلوا أنه تبقوا بلبنان وتطوروا أكيد وتضلكم مستمرين. قديش كان كل شيء على قد توقعاتكم؟ بعتقد كان يفوق التوقعات. يعني نحن هذا المرض صرنا 6 شهور منحضر له، بس أكيد ما توقعنا أنه يجي أكثر من 500 شخص على الافتتاح، وحتى باقي الأيام كان كل يوم عم يكون عنا زوار، فكان الإقبال عن جد كتير جميل ويفوق كل التوقعات، فالحمد لله. مبروك مبروك. منار حضرتك منسقة معارض، يعني أكثر من معرض، ما بعرف كم معرض منسقة، وين بتقولي إنه هيدا المعرض نجح؟ أيمتى؟ هلأ في سؤالك صعب، لأنه هل بتقولي المعرض نجح إذا باع؟ هل بتقولي المعرض نجح إذا وصل للجمهور؟ كيف من أيام النجاح؟ انت منار كيف بتقيمه؟ ما عندي جواب لهلا على هيدا. انا بقول النجاح هو عباره عن مجموعه كل هالعناصر، بيع جيد، تغطيه اعلاميه جيده، اقبال جيد، بس اكثر شيء هي رده الفعل اللي بنحصل عليها من الناس. يعني انا بالنسبه لي لما نشوف الناس هالقد مبسوطين بشغلنا كأرنيلي ارت جاليري وكفنانين من لبنان مع كل هالظروف عم نتحدى كل شيء وعم نشتغل، الفرحه اللي عوجوهم هي اكبر شيء. كان بدي اقوله انه يعني من بعد 6 شهور تعب وشغل انكم تقدروا تعملوا هيدا المعرض، بتخيل بهيدي الظروف الصعبه مثل ما ذكرت زوفيك، هيدا النجاح بحد ذاته لحد زيت هلا. صح. زوفيك قد ايه شايفه انه الفن بعده بألف خير؟ يعني حتى من خلال دعوتكم لطلاب المدارس مثل ما ذكرت كمان منار، قد ايه في اهتمام؟ قد ايه في يمكن ديفياسيون قبل، لانه بنعرف الاهل ما كانوا يشجعوا للاشياء الفنيه، هلا منلاقي حاطين كل طاقتهم لحتى الولد يلحق شغفه بالحياه. صح، بعتقد انه كل الاهالي استوعبوا انه نجاح الولد هو من سعادته، وفي كثير اولاد هن جدا مبدعين، ومشان هيك الاهل صرفوا طاقه كثير كبيره لحتى اولادهم يلحقوا احلامهم، وكان في مجموعه كثير كبيره مثل اي تو زد ارت اكاديمي يلي الاهالي هن جابوا الاولاد يتفرجوا على المعرض ويتعلموا منه ويصير عندهم طموحات اكبر واكبر يخوضوا بهذا المجال. كل شيء بشع عشناه وكل شيء سيء عشناه ولد فن اكثر من الاول. هي عاده المعاناه والمعاناه هي اللي بتولد دائما بنسمع هيك منار، المعاناه دائما بتولد الفن. يعني العالم المبسوطه بالدول البعيده ما عندهم فن؟ لا لا، وحياتك بيكون عندهم معاناه تبعيت العالم، الدول العالم طبعاً. الواحد على قد حاله صغار صغيره معاناته رح يخترع. هو الفن كمان له علاقه بالتعبير، يعني اي شخص حاسس حاله انه عباله يعبر عن فكره ما قادر يقولها بالكلمات، فالفن بيصير هو وسيله تيعبر عنا بالشكل. كنا يمكن هذيك المره عم نحكي مع منار على ما اظن، قلنا انه قد الفن كمان ممكن يكون بمثابه ثيرابي للفن. بليس يو. جاي مريضه؟ لا اغيار التاس. اي فكنا عم نقول انه ممكن يكون ثيرابي حتى يعني بالنسبه للارتست او بالنسبه حتى للمتلقي ببعض الاوقات اذا تلقى. صح صح. لا لما بتطلعي مشارك او لما بتشوفي مشارك مع معكوسه بمكان ما، هيدا ببلاش.
ببلاش عم تعبري عنها ببلاش. زوفيك اذا بدنا نروح على الفن تبع زوفيك مش بالمعرض لوين بتميلي؟ هلا انا شخصيا كثير بحب احكي عن الحميميه وبحب اعبر عن القصص اللي عاده الناس ما بيحبوا يعبروا عنها او بيخجلوا او بيخبوها لحالهم. سو انا بحب التقط لحظات حميمه بعيشها انا يمكن مع حالي يمكن مع الشريك وبحب شاركها مع كل العالم لانه بحب اقول لهم انه اتس اوكي تو بي فولنربل اتس اوكي انه نعبر عن حالنا مثل ما نحن وانه الاخر رح يتقبلنا مثل ما نحن. بس ليه بتميلي لهيدا الفن؟ جرأة؟ بعتقد لاني بحب الجرأة وبحب اني بالذات اتطرق لاشياء غيري يمكن ما بيتجرأ يتطرق لها. تحبي تناكوشي باشياء صعبة. منار بس نحكي عن فن بنحكي عن جرأة او ما هو هيدا الفن اصلا؟ لما اي احساس بدك تحطيه برا بده يكون عندك جرأة، يعني ضربة الريشة فيها جرأة. بس ما في شيء بينقذنا بالفن، يعني منتلقى كل شيء كفن كارت. يا ريت كل العالم عندهم تفكيري. والله؟ لا، في عالم بتنقص، في عالم بتستغرب، بتستهجن. It's a piece of art، يعني ما فينا غير نتطلع. ما أنت عم تعكسي نفسيتك على هال. تخيلي اذا انت كنت مشربه بالعقد كيف حتشوفي الاشياء برانيه. مش كل العالم عندهم البوزيتيف اوتلوك تبعها. طيب منار انت فنانه ومنسقه معارض، ارجع عيد التايتل ما بعرف اللي عم تحكي. شو يلي بيلفتك؟ اي اوضه لفتتك؟ انا كنت مغرومه اكثر شيء باوضه الموربيد لانه فيها جرأة او لانه مواضيع عارفه رح يصير عليها نقاشات. شو النقاشات يلي كانت عليها؟ انه ثقيله، صعبه، قاتمه، ليه؟ هول الاشياء اللي بدنا اياهم ونحن عارفين انه حنفتح هذا المجال، بس هيدي تجربه وهيدا فن مفروض ينشاف. مش لكل العالم معلي، بس مفروض ينشاف. وبشكل عام مش بس بـ the human condition، شو اللي بيلفتك؟ ليكي انا بشتغل كونسبتشوال، دائما عندي ابحاث ما وراء العمل الفني، وبشغلي انا دائما موضوعات ثقيله. ما واحد صعب يحكي عن حاله كمان. لا احكي عن حق فيها، اذا فيك تحكي عنك. كيف بتشوفي فنة؟ الفن اللي هي بتعمله كفنانة عم نحكي ولا كفنانة؟ لا كفنانة. انا لما شفت شغلة لمنار علي حسن اول ما تلقيت رسالة منها كان بدي دقيقة واحدة ترد عليها وإلا انه انت صرت ضمن الفريق، لانه انا بحب الفن اللي هو صريح وبحب الفن اللي هو مثل ما هو، وهذا الشيء بيميزها لمنار كفنانة انه ما بتخجل انها تحط وجعها قدام الناس وبتحطه بطريقه كثير جميله، وانا هذا الشيء كثير بحبه بشغله. ومن هون السؤال، فينا نكون مش صريحين حتى بفننا نتخبى وراء اصبعنا؟ شو الهدف من الفن اذا حتى بالفن عم نتخبى فيه؟ بس في ناس يمكن ما بتقدر تفتح، ما فيها هيدي الترانسبيرنسي. ممكن يكون في ناس ما عندهم ترانسبيرنسي، بس الجواب بيصير يجي بطرق مختلفة، مثل اللون اللي استعملوه أو حدية الخط اللي رسموا فيها تفضحهم. فاللون والخط والشكل بيفضحهم حتى لو هن ما بدهم يحكوا. وبهيدي الحالة فينا نعتبر إنه المسج ما بيوصل صح زوفيك؟ للي بيعرف بالفن وبيقدر يحس فيه ويحس بالألوان، المسج بتوصل حتى لو الشخص مستقصد إنه ما يوصل. أوف. إيه هيدا الفن الحلو. شكراً زوفيك أرنليان ومنار علي حسن، المعرض كتير حلو، شرفنا بوجودكم معنا. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.